طرق العناية في البشرة في شهر رمضان ما كتختلفش على طرق العناية اللي كنقدروا نقوموا بها في أي من غير شهر رمضان. فهاد طرق العناية بالبشرة كتختلف على حسب الطقس والجو. فمنين كيكون الحال مثلا بارد فكيوقعوا لنا انه كيكون جفاف ديال الجلد، كيوقعوا تشققات ديال الجلد، فكنقوموا بمرهمات مرطبه ديال الجلد. ومنين كيكون الحالات ديال الخريف وحاله الربيع وحاله الصيف فكتكون كتظهر للشمس، وكنقوموا بالحمايه ديالنا والوقايه من الشمس باستعمال مرهمات مضاده للشمس وكذلك كريمات مرطبه ملائمه للجلد.